بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بشابتر 24 جاوس لو. ف شابتر 24 بيتحدث عن قانون جاوس. أول إشي إننا نتعرف عليه هو الإلكتريك فلكس بالسكشن الأول. الإلكتريك فلكس هو مقياس لعدد خطوط المجال الكهربائي التي تقطع السطح عموديا عليه. فتعريفنا الرياضي للإلكتريك فلكس، أول شيء بنرمز له بالرمز فاي إي، ويعرف هو الدوت برودكت ما بين المجال الكهربائي إي ومساحة هذا السطح. المساحة هي كمية متجهة وتكون دائما عامودية على السطح، زي ما احنا شايفين في الشكل المجاور، دائما المساحة هي عامودية على السطح. لاحظوا خطوط المجال الكهربائي إي تخترق هذا السطح، بس احنا بهمنا اللي هي الكومبوننت العامودية على السطح، يعني الخطوط الموازية ل A، الفيكتور A اللي هو اصلا يعبر عن اتجاه المساحة العامودي على السطح. فهذا هو التعريف التدفق الكهربائي او الالكتريك فلكس. فالالكتريك فلكس الوحدة تبعيته هي وحدة المجال الكهربائي مضروبة في وحدة المساحة، فهي نيوتن على كولوم وحدة المجال الكهربائي في المتر المربع وحدة المساحة. طبعا كوساين الزاوية بيناتهم هي الزاوية ما بين الالكتريك فيل وال A اللي هي المساحة. هذا الفلكس يكون اكبر ما يمكن، هذا الفلكس يكون ماكسيمم عندما تكون الخطوط المجال الكهربائي خلينا نحكي متوازية مع خطوط او متوازية مع المساحة. فدائما خلينا نحكي عندما تكون زي ما احنا شايفين في الشكل المجاور، هون عندي خطوط المجال الكهربائي والمساحة متوازيات، يعني الزاوية بيناتهم زيرو. فلما ناخذ احنا الدوت برودكت اللي هو اي في اي في كوساين الزيرو، كوساين الزيرو واحد، فبيطلع معي المجال الكهربائي زي ما انتم ملاحظين هون الفاي اي بتساوي اي في اي. هسا اذا كان يعني السطح عمودي، خلينا نحكي او اتجاه السطح اي عمودي على المجال الكهربائي زي ما انتم شايفين في الشكل هذا، يكون عندي الزاوية بين السطح اللي هو اي وخطوط المجال الكهربائي هي 90 درجة، فكوساين 90 بيساوي زيرو. فدائما هون التدفق في هذه الحالة عندما تكون خطوط المجال معامدة لاتجاه السطح، بتكون ما في تدفق عبر السطح، اي تمر موازية للسطح نفسه، لانه احنا دائما عرفنا الاتجاه هو العامودي على السطح وليس يعني اتجاه السطح نفسه يعني. عندي هسا الفاي اي بتكون بوزيتيف اذا كانت الزاوية حادة، يعني محصورة بين الزيرو والتسعين، وبتكون نيجاتيف اذا كانت الزاوية منفرجة، يعني محصورة بين التسعين والمية وثمانين درجة. هاي الملاحظة رقم خمسة حتى تدلنا على اللي هي متى يكون التدفق موجب ومتى يكون التدفق سالب. نيجي عندي على الانتيجرال. هسا احنا هذا كان عندي مجال منتظم له اتجاه محدد، والسطح كمان كان سطح مستوي له اتجاه محدد. هسا بشكل عام اذا كان المجال مش منتظم، يعني ليس له مقدار ثابت، والسطح ليس منتظم الشكل، يعني ليس له كمان اتجاه ثابت، فمنعبر عن التدفق الكهربائي بالتكامل اللي هو التكامل اي دوت دي اي، حيث دي اي هذا هو يعبر، خلينا نحكي هاي المعادلة اللي هون تعبر عن التدفق الكهربائي بشكل عام إذ عندما يكون المجال مش منتظم ولا السطح منتظم، فهي عبارة عن تكامل E دوت دي A. نيجي عندنا هسا حالة خاصة اللي هي التدفق عبر سطح مغلق. خلينا نحكي التدفق عبر سطح مغلق، يعرف السطح المغلق هو سطح يعني خلينا نحكي يحصر داخله حجم، بسكر كله على بعضه السطح، يحصر داخله حجم، بيكون له سطح داخلي وسطح خارجي. فهذا له حالة خاصة انه النت فلكس ثرو كلوز سيرفيس، اذا كان هذا السطح المغلق لا يحصل داخله اي شحنة، ما في جواته اي شحنة، بيكون التدفق عبر سطح مغلق هو زيرو. هذا هو يعني راح تشوفه هو جوهر قانون جاوس، سطح مغلق لا يحصل داخله شحنة بيكون عندي التدفق زيرو، حتى لو عبر هذا السطح المغلق خطوط مجال كهربائي،
لأن خطوط المجال الكهربائي لما تكون جاي من مصدر خارجي وتعبر هذا السطح وتخرج منه، بيكون محصلة التدفق زيرو، يعني عدد الخطوط التي دخلت هذا السطح بيساوي عدد الخطوط التي خرجت منه. نيجي على example رقم واحد. Example رقم واحد: the maximum value of the electric flux is 200 نيوتن متر مربع لكل كولوم. Find the electric flux when the feed lines penetrate the surface so that the angle between the lines and the surface is 53 درجة. بحكي لك إذا كان التدفق يعني بيكون ماكسيمم ومقداره معطينا إياه 200، ماذا لو كان خلينا نحكي خطوط المجال؟ إحنا نعرف إنه بيكون ماكسيمم عندما تكون خطوط المجال في اتجاه المساحة تبعت هذا السطح. إذا عملت زاوية 53 درجة، بننتقل للصورة لحل هذا السؤال اللي هو صنعت زاوية 53. لاحظوا إنه معطينا بالسؤال إنه هي صنعت 53 مع السطح نفسه، بينما إحنا بهمنا الزاوية اللي بيعملها مع العمودي على السطح، لأنه إحنا عرفنا اتجاه السطح هو اتجاه العمودي على السطح. فزي ما أنتوا شايفين في الرسمة هون عندنا الزاوية 53، هاي الرسمة اللي معطاه معنا هون على اليمين. التدفق بيساوي خلينا نحكي E في A في كوساين الزاوية ثيتا. فزي ما حكيت لكم هي الزاوية 90 ناقص 53 وهي الزاوية 37 درجة، فبيكون عندي 200 في كوساين 37 وهي 8 بالعشرة، 200 ضرب 8 بالعشرة، فالإجابة هي 160 نيوتن متر مربع لكل كولوم. فهذا هو التدفق الناشئ عن هذا السطح. ننتقل للمثال الثاني اللي عندنا اكزامبل 2. عندي كيوب زي ما انتم ملاحظين في الشكل، كيوب في عندي خطوط المجال الكهربائي زي ما انتم ملاحظين هون، هذا هو الشكل اللي احنا بنحكي عنه. عندي الشكل، في عندي كيوب له 6 اتجاهات، هو عبارة عن سطح مغلق. الكيوب سطح مغلق له 6 اتجاهات، 6 اوجه. فعندي معطينا الالكتريك فيلد هو باتجاه الاكس اكسس زي ما انتم ملاحظين هنا، في عندي الاكس اكسس اتجاه الالكتريك فيلد هو اتجاه منتظم باتجاه، هي معطينا بالسؤال consider a uniform electric field oriented in the x axis. في عندي كيوب معطينا طوله هو L، طول الضلع له موجود في هذا الالكتريك فيلد. بقول لك find the electric flux من جميع اسطح الكيوب الستة. فننتقل لحل السؤال. في عندي 6 اسطح، بدي احسب الفلكس للست اسطح. فعملية حسابنا للالكتريك فلكس عندي خلينا نحكي مقسم D1 معطينا اللي هو هذا السطح اللي هو خلينا نحكي الايسر، وعندي المقابل له D2 هذا السطح الايمن DA2، وعندي السطح العلوي DA3، وعندي السطح السفلي DA4 اللي هو هذا هو السطح السفلي A4، والأمامي 5 اللي هو هذا، والخلفي اللي هو 6. فمعطينا 6 أوجه. بدنا نحسب هسا احنا الاتجاه الإلكتريك فيلد، هي معطاة معنا هون باتجاه الإكس أكسس. فيعني بطبق قانون اللي هو تكامل E.DA. اتجاه المجال الكهربائي هو بيكون باتجاه الاكس فقط، يعني اي دوت اللي خلينا نحكي الوجه A2 بيعطينا جواب و A1 بيعطينا جواب، لانه A2 خلينا نحكي هو بنفس اتجاه الاي زي ما انتم ملاحظين، الاي والA2 بنفس الاتجاه. ف I.I اللي هي اتجاهات اللي بيعطيني 1، وعندي هذا في عكس الاتجاه اللي هو A1، ف A1 هو باتجاه الناقص I، ف I دوت ناقص I بتعطيني ناقص 1. طبعا مساحة السطح هي واحدة لكل الست أوجه، هي L تربيع لأنه معطينا طول الضلع L، فإذا مساحة أي سطح من الست أوجه L تربيع. فإذا التدفق بيعطينا من A1 هو عبارة عن ناقص E في L تربيع بوحدة نيوتن متر مربع لكل كولوم، ومن السطح الثاني بيعطينا، من السطح 2 بيعطينا E L تربيع. وانا لاحظه بالسطح 2 معطينا E L تربيع. باقي الاوجه المجال الكهربائي بيصنع زاوية 90 درجة معهن، فبيعطينا التدفق 0، يعني I دوت J 0، I دوت ناقص J 0،
اي دوت كي 0 اي دوت ناقص كي 0. ففيش عندي بعطينا غير السطح الاول والثاني، واحد اعطانا اي ال تربيع والثاني اعطانا ناقص اي ال تربيع، فالتدفق الكلي عبر هذا المكعب يساوي 0. يعني هذه هي محصلة حل هذا السؤال، انه التدفق، لاحظوا فيش غير من الست اوجه، اعطانا فقط الاول اعطانا ناقص اي ال تربيع والثاني اعطانا اي ال تربيع والباقي اعطانا 0، فالنت بيعطيني 0 من هذا المكعب. نيجي عندي على حل السؤال الثالث، عندي خلينا نحكي شكل زي المنشور، معطينا ابعاده، معطينا ثلاثي ارتفاعه، طول القاعدة 4، خلينا نحكي او عرض القاعدة 4، معطينا طول القاعدة 8 سنتي، القاعدة هي مستطيلة طولها 8 وعرضها 4، ارتفاع هذا المنشور 3، فعندي هذا الوتر اللي بيتكون من 3 و4، عندي مثلث قائم الزاوية، الوتر هذا عبارة عن 5 سنتيمتر. فبحكي لك هذا تريانجل بوكس، اسمه تريانجل بوكس اللي هو هذا الشكل تريانجل بوكس، محطوط في مجال كهربائي باتجاه الاكس اكسس، مقداره 600 نيوتن لكل كولوم. بقول لك find the electric flux from each of surface of the box. بدنا هذا، خلينا نحسب قديش هذا السطح، قديش سطح إله المكعب، حسبناه له 6. هذا إله القاعدة رقم 1، الأجناب المثلثات 2 3، 4 اللي هي القاعدة الخلفية اللي هي ارتفاعها 3 سنتي وطولها 8 مستطيلة، وعندنا هذا مساحة الشكل المائل اللي هو المستطيل اللي خلينا نحكي ارتفاعه 5 سنتيمتر، هذا ارتفاعه 5 سنتيمتر او مش 5، خلينا نحكي عرضه 5 سنتيمتر وطوله 8 سنتيمتر، يعني مساحته 40 سنتيمتر مربع اللي هو هذا السطح المائل. طيب ننتقل للحل بالتفصيل من خلال السؤال. لاحظوا حكيت لكم عنه الاشياء، عندنا 5 اسطح زي ما احنا موضحين في الشكل، عندنا معتبر المثلث هذا هو السطح الاول DA1، عندي DA2 المقابل له، المثلث المقابل له السطح الثاني، عندي زي ما احنا شايفين في عندي سطح مائل، هذا كمان اتجاهه معتبره رقم 3 اللي هو السطح المائل معتبره الاتجاه الثالث، عندي لا معتبر اتجاه السطح المائل هيو اللي هو A2 زي ما احنا ملاحظين A2. هسه السطح السطح الخلفي معتبره A3 الذي يتجه الى الخلف، والذي يتجه الى الاسفل اخر واحد معتبره 4، 5 وين هو، مش حالنا 5 لانه هو عبارة عن 5 اوجه، 1 2 لا، 1 المثلث الاول، 2 المثلث الثاني، 3 خلينا نحكي السطح المائل، 4 الاسفل، في لازم يكون عندي 5 السطح الخلفي، فعندي 5 اوجه وليس 4، 5 اوجه، فبدنا نعمل المحصلة للخمس اوجه. فنيجي عنا على بدأ في بدنا نطبق اي بتساوي اي في اي في كوساين الزاوية ثيتا. فبنيجي على خلينا نحكي اللي بيعطينا هو بدأ في بدأ في السطح هذا المائل، بداية بدأ في السطح المائل. لاحظوا الزاوية اي بتصنع زاوية خلينا نحكي مقدارها ثيتا مع العمودي على السطح. بدي احسب هاي الزاوية ثيتا، الزاوية ثيتا في عندي معطيات اللي هي 3 4 5 اللي هذا مثلث قائم الزاوية. لاحظوا الزاوية هاي ثيتا هي نفسها الزاوية هاي، بس خلينا اشوف كيف اثباتها. المفروض انه يكتب انه هاي الزاوية لو رسمنا تساوي هاي الزاوية بالتقابل بالرأس، هاي المتممة هاي، يعني خلينا نحكي هو مختصر خطوات، الزاوية هاي خلينا نحكي اللي هون موجودة اللي هي المتممة للثيتا 90 ناقص 6 بتساوي الزاوية هاي المحصورة هون، خلينا نحكي الزاوية هاي، فعندي الزاوية ثيتا هاي بالإثبات يعني الهندسي بتساوي اللي هي رأس المثلث هذا، هاي اللي هون رأس المثلث هي نفس الزاوية ثيتا بالإثبات الهندسي، في عندي زاويتين متناظرتين وفي عندي زاويتين يعني
متقابلات، فزاوية ثيتا هاي بتساوي الزاوية هاي. هو مش مكمل الدكتور رسمه، بس هي نفسها يعني الإثبات إنه هاي الزاوية هي نفس الزاوية هاي. فإذا بتحسب التدفق عبر هذا السطح المائل، حكيت لكم مساحة هذا السطح المائل هو 5 في 8، لأنه لاحظوا السطح المائل هذا من الشكل هذا عرضه 5 سنتيمتر وطوله 8 سنتيمتر. فإذا 5 في 8، طبعا احنا لأنه وحدة السنتي مستخدمة، فالسنتي تحول إلى متر في ضربها ب10^-2، 10^-2 في 10^-2، 10^-4. وفي عندي كوساين الزاوية هاي ثيتا، كوساينها زي ما انتم ملاحظين المجاور على الموتر لي 3/5. فبعد الاختصارات طلع عندي التدفق عبر السطح المائل بيساوي 144 × 10^-2. طبعا السطح A1 وA2 وA4 الأسفل هذا كله بيعطيني زيرو لأنه عمودي. فبيظل عندي السطح اللي هو الخلفي، السطح الخلفي بيصنع خلينا نحكي نشوف قديش ننتقل لحله على السريع. السطح الخلفي اللي هو A3، مساحة السطح الخلفي اللي هو الارتفاع 3 في 8، وطبعا بيصنع زاوية -1. لاحظوا طلعت كمان التدفق اللي هو كمان -600 في 3 في 8 في 10^-4 طلعت اللي هي -144. لاحظوا التدفق السطح المائل طلع 144 اللي هو في البداية، أيها في البداية طلع التدفق هنا 144 في 10^-2، والسطح الخلفي طلع اللي هو كمان اللي هو رقم 3 كمان طلع -144. فالتدفق الكلي بيعطينا اللي هو 0، فالتدفق الكلي بيعطينا 0 من هذا السطح. فاحنا هيك حسبنا التدفق من خلال، يعني خلينا نحكي هو عبارة عن 5 أسطح، 3 منهم أعطانا 0 اللي هو السطح السفلي، والسطح اللي هو المثلثين الصغار الأمامي والخلفي. بظل عندي السطح المائل والسطح الواقف هذا بقوف اللي هو حد المنشور، أعطوني واحد أعطاني 144 بالموجب اللي هو السطح المائل، والثاني أعطاني -144 بالسالب. فكان التدفق عبر هذا السطح المغلق كله بيساوي 0. في عندي اكزامبل 3، في عندي سيركولار كون، في عندي كون اللي هو مخروط بهذا الشكل دائري، هذا المخروط يخترق الكتريك فيلد. عندي معطينا الالكتريك فيلد 400 نيوتن على كولوم، طبعا مخترقه باتجاه الواي للاعلى. كالكوليت ذا فلكس ثرو ذا لترال سيرفيس اوف ذا كون، يعني بده من مش من الدائره، بده من السطح المائل. طبعا هذا سطح الكون له سطحين فقط، السطح الدائري والسطح المائل اللي هو زي ما احنا ملاحظين بالشكل. احنا التدفق عبر السطح الدائري معطينا هو اللي هو نصف قطر هذه الدائرة حتى نحسب مساحتها اللي هو نصف قطرها ايه. طيب خلينا نحكي دائما السطح المغلق دائما يشير الاتجاه خارج هذا السطح المغلق، يعني بالنسبة للدائرة اللي تحت اتجاهها هي خارج من السطح المغلق، فبكون اتجاهها للأسفل يعني باتجاه الناقص واي، خلينا نحكي بتكون اتجاه ناقص جي، واتجاه المجال الكهربائي باتجاه الايش؟ باتجاه الجي. فبدي احسب التدفق عبر هذول السطحين. انا بعرف انه السطح المغلق لا يحتوي على شحنات، فالتدفق عبر هذا السطح زي ما شفنا بالمكعب وبالمنشور انه التدفق عبر سطح مغلق يساوي 0. فهذا كمان نفس الشيء المخروط تدفق عبر سطحه بيساوي 0. فعندي سطحين، السطح الاول بقدر احسب التدفق حيطلع معي سالب لانه اتجاه المجال الكهربائي عكس اتجاه السطح، وبالتالي تدفق السطح الثاني يعتبر انه تدفق الاول زائد الثاني بيساوي 0. اذا تدفق الاول يساوي ناقص تدفق الثاني. فعملية حسابنا لهذا السؤال انه احنا بنحسب تدفق عبر السطح الدائري وطبعا بيطلع بالسالب، فهذاك التدفق المنشور بده يكون السطح المائل او الكون اللي هو المخروط بده يكون بالموجب. فزي ما احنا شايفين هون حسبنا اللي هو باي نون قاف تربيع 1 سنتي اللي هي 10^-2، لما نربحها بتصير 10^-4، فباي ب 10^-4 في المجال الكهربائي 400. وهون طبعا معتبر بالشكل انه هذا الاتجاه هو اتجاه الزد، انا اعتبرته اتجاه الجي يعني نفس الاشي يعني لانه اتجاه واحد، فهو معتبره بالشكل اتجاه الزد، انا اعتبرته الجي. المهم انه
الـ E والمساحة بعكس بعض، يعني هاي هون حاط K وناقص K عشان يطلع ناقص واحد، فهون بيطلع عندي التدفق سالب اللي هو باي 400 باي في 10 قوة ناقص 4 نيوتن متر مربع لكولوم. فهذا بيدل انه السطح من التدفق هذا طبعا سالب، زائد التدفق عبر السطح المائل بيساوي زيرو، زي ما قلت لكم لانه سطح مغلق. اذا التدفق عبر السطح المائل هذا هو ناقص التدفق عبر الدائرة، اللي بيطلع عندي الاشارة موجبة 400 في 10 قوة ناقص 4. فهذا هو حل السؤال المخروط. طيب نيجي على سؤال كمان مباشر، اخر اشي مننا نحل هذا السؤال، اللي هو عندي الفلكس معطينا المجال الكهربائي اي بدلالة اللي خلنا نحكي فيكتور، بده التدفق عبر سكوير لوب يعني مربع طول ضلعه 2 متر، وهو موجود بالاكس واي بلين. لما يكون هذا موجود بالاكس واي بلين بيكون اتجاهه عمودي على الاكس واي بلين، احنا قلنا اتجاه المساحة عمودي على المساحة نفسها. فلاحظوا هنا بالاكس واي بلين العمودي عليها بأي اتجاه هي مساحة مربعة، أعطينا ضلعها 2، إذا 2 في 2 4 متر مربع، وهي عمودية على الاكس واي بلين يعني باتجاه الكي. فبدنا نضرب هذا الالكتريك فيلد، نعمل له دوت برودكت الاي اللي معطيني اياه بالسؤال مع الكي، هاي الأربعة في 10 قوة ناقص 4 متر تربيع باتجاه الكي، فبيطلع زي ما حكيت لكم نعمل دوت برودكت ما بين الاي وما بين الأربعة كي، فبيطلع معنا اللي هو ناقص 5 في 4 اللي هي ناقص 20 فقط، لأن الـ i دوت k بتعطيني 0 والـ j دوت k بتعطيني 0 بس الـ k دوت k بتعطيني إجابة. فبهذا بنكون أنهينا الجزء الأول من chapter 24.